انا محمد نصار، مسؤول تنظيم حركه امسك فلول ومسؤول العمل الميداني. هي الاصابه كنا بعد صلاه الجمعه مباشره قررنا ان احنا نتفاوض مع ضباط الجيش الموجودين او قائد ضباط الجيش الموجودين في مبنى مجلس الوزراء لمنع اي احداث ممكن تحصل زي محمد محمود مثلا. فوقفنا نتكلم مع ضباط الجيش، وكان على راسهم رائد اسمه رائد حسام واثنين ضباط تانيين صغيرين في السن. وقفنا نتكلم معاهم، كان معايا دكتور من اسيوط ومعايا بنت دكتوره من العياده الميدانيه ومعايا شويه شباب وبنات، كلهم اغلبيتهم دكاتره ومهندسين، ولاد ناس جدا وشباب اللي اتقال عليهم بلطجيه، شباب محترمه جدا، وكان كل هدفها يمنعوا اي حاجه تحدث. الضباط واحنا واقفين بنتكلم معاهم فوجئنا بالعساكر جم من ورانا، قعدوا يشدوا فينا ويضربونا بصواعق الكهرباء وبالشوم الاسيون اللي معاهم لغايه لما دخلونا مجلس الوزراء جوه. واحنا في قلب الصاله في الدور الاول اللي هو القلوه والعلوي، قمه يعني السذاجه اللي كانوا بيعملونا بيها، قمه التخلف اللي كانوا بيعملونا بيها. لا بشر يعامل بشر بالطريقه ديت، لا بشر يعامل انثى مهما كانت هي ايه بالطريقه اللي احنا شفناها. يمكن المشهد اللي انتم شفتوه في شارع قصر العيني بالنسبه للي حصل مع البنات داخل مجلس الوزراء بسيط جدا او صفر على الشمال. البنات داخل مجلس الوزراء اتعروا تماما، اتبهدلوا بالكرابيك، اتصعقوا بصواعق كهربائيه في جميع انحاء اجسامهم وهم عاريين تماما. ميه بطين لازم تشرب، ما شربتش بتتضرب بالكهرباء وبتتضرب بالعصايه، تنزل على دماغك، تنزل على رجلك، تنزل على ظهرك، مطرح ما تنزل مش مشكله عنده، المهم اللي انت تنفذ التعليمات اللي اقول لك عليها. فطبعا قعدنا بتاع حوالي ساعه الا ربع يتدربوا فينا، واحنا يعني بنحاول ان احنا نحوش عن وشنا، نحوش عن دماغنا. الناس جوه اتبهدلوا جدا، انا والدكتور اللي هو من اسيوط دوت وولد تاني عسكري بيقولوا الحياه يا باشا، ده بيولع في المبنى من تحت، فجريوا هم، احنا رحنا جاريين نطينا من الدور الاول نزلنا تحت. فاول ما نزلت الشباب خدوني ودوني للعياده الميدانيه، والعياده حولتني على المستشفى، والحمد لله يعني اصابات في ظهري بالكرباك وفي بطني صواعق كهربائيه، ورجلي الاثنين الشمال فيها كسر في المفصل الخلفي تحت، واليمين فيها شرخين وتمزق في الاربطه والالهاب في الاربطه. وانا كل اقول لحد ما انا اعمل كده جيش، يعني انا اول مره اتخيل ان الجيش ممكن يعمل انا كده. انا يمكن لما قالوا لي قبل كده في الميدان، انا من يوم 25 انا نزلت، قالوا لي في الميدان ان تم كشف عذريه، انا ما صدقتش، قلت مش ممكن الجيش بتاعنا يعمل كده، او مش ممكن اي بني ادم مسلم او مسيحي او يهودي يقبل كشف عذريه لاخته. ما شفت انا بقى اللي حصل داخل مجلس الوزراء، صدقت ان كان في كشف عذريه، وصدقت ان ممكن يعملوا اكتر من كده، ولسه هيعملوا فينا اكتر من كده، طالما هم مغيبين في الشعب اللي قاعد في البيوت، اللي بيفرجوه على قناه واحده من طرف واحد بتوريهم الحقيقه اللي هم عايزين يوروها للناس. عايز اعرف طبيعه عملك ايه، وهل الاصابه دي تاثرت بيها في العمل ولا ايه؟ انا طبيعه عملي كنت شغال في السياحه، بس حاليا من قبل الثوره ناشط سياسي. احنا ناشئين حركه اسمها حركه امسك فلول، شباب بيحارب فساد. انا طبيعتي ناشط سياسي، كنت شغال في شركه سياحه، بس طبعا اثناء الثوره طبعا السياحه توقفت تماما، ويعلم ربنا احنا بنصرف منين. اتقال علينا عملاء، واتقال علينا خونه، واتقال علينا بناخد فلوس، واتقال علينا جميع الالفاظ اللي اتقالت علينا، واحنا ليس كذلك تماما نهائي. كلنا شباب محترمه، كلنا شبابنا هدفنا مش احنا، هدفنا نعمل حاجه للاجيال اللي طالعه، الاطفال اللي سن سنتين وثلاث سنين، عشان ما يعيشوش الاهالينا ما عرفوش يعملوه. شكرا.